السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد. كتير من حضراتكم طلبتوا مني عمل لمبة سيريا عدلي. أنا عملت لك على واحدة هي صغيرة، كان أخ طلب مننا عايز يعمل لمبة صغيرة. لمبة إيه دي؟ لمبة تلاجة، بتيجي بدولها كده أهو زي ما أنت شايف حضرتك، هي بتيجي بدولها. أنا حطيت عليها دفت الكابل أهو، الكابل واضح أهو، الكابل طرفين، دخلت طرف أهو وطرفين معايا مفتوحين. دي هتقيس معاك حاجات بسيطة قوي قوي زي كابل اوديو وفيديو، برضو حاجات بسيطة بس برضو ايه تخلي بالك. انا عملتها على لمبة عادية بالشاحن، وبعملها اهي على لمبة عادية اهي، دي لمبة السيريال، سواء الكبيرة الصغيرة لمبة 200 لمبة 100 هي نفس الفكرة اهي. اظن سهلة جدا جدا انك انت تعملها وبسيطة. احنا ممكن نجرب بيها مثلا ايه اللمبه واحده تانية زيها اهي اهي، الاتنين شغالين معايا اهو. الفكره سهله انك انت تعملها وبسيطه جدا. انت لو تلاحظ كده لمبه السيريا لما بتقيس حاجه اللمبه كده بقوتها كلها، لما بتقيس حاجه قصادها صغيره زيها كده مثلا، بص بتعمل ازاي، الاتنين بيسحبوا من بعض، الاثنين مقسومين، الكهرباء مقسومه. بس كده الفكره سهله وبسيطه. والى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، نرجو مشاركتنا على برنامج كواي. والى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، نرجو مشاركتنا، نرجو تشير الفيديوهات وعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.